السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو راح نحكي عن موضوع المنحة التركية لعام 2018. بداية، هذا الموقع اللي أنا حاليا فيه هو موقع المنح الدراسية في تركيا للطلاب الأجانب، تمام؟ طبعا من هون بإمكان متابعة جميع المنح الدراسية اللي بتوفرها الحكومة التركية للطلاب. هلا معلومات المنحة التركية لعام 2018، طبعا ما نزلت جميع التفاصيل، نزلت تفاصيل بسيطة جدا، وأهمها بالنسبة للطلاب البكالوريوس للدول الآتية. طبعا أنا راح أذكر بعض الدول، تمام، ما راح اذكر جميع الدول لانه راح اذكر الدول اللي عم تتابعني على اليوتيوب، تمام. بالنسبه للدول الثانيه طبعا راح اذكر المعلومات، ولكن هلا راح اخص هي الدول المعلومات عليها. حاليا تسجيل الطلاب البكالوريوس على المنحه الدراسيه لعام 2018 للدول الاتيه: العراق، الكويت، لبنان، قطر، مصر، موريتانيا، السعوديه، سوريا، تونس، الأردن، عمان، اليمن، فلسطين، والإمارات وإلى آخره. تاريخ التقديم بيبدأ 16/4/2008 ميلادي، ويستمر التسجيل إلى 14/5/2018 ميلادي. النتائج بتكون 27/7/2018 ميلادي. طبعا هي المواعيد مقتبسة من هذا الملف، اللي هو من قبل المنحة الدراسية، تمام. طبعا بشرح حول هذا الملف لكن بعد ما انتهي بذكر الدول هاي. هلا التسجيل، موعد التسجيل للطلاب الماجستير والدكتورات، يعني طلاب الدراسات العليا، للدول الآتية: العراق، الكويت، لبنان، قطر، مصر، موريتانيا، السعودية، سوريا، تونس، الأردن، عمان، اليمن، فلسطين، الإمارات وإلى آخره. يبدأ التسجيل بتاريخ 5/2/2018 ميلادي، وينتهي ب 5/3/2018 ميلادي. النتائج بتكون ب 15/5 ميلادي. طبعا بالنسبة للدول اللي ما ذكرتها أنا، تمام، بنجي لهون كرمال نشوف كيف رح نعرف المواعيد. هلا الفصل الاول برينج دونيم، اكينج دونيم، جوج دونيم. الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. هلا الفصل الاول يبدا طبعا الفصل الاول ليس المقصود به الفصل الاول الدراسي، لا، يعني مقصود هنا القسم الاول، القسم الثاني، القسم الثالث، تمام. يعني كيف راح تكون؟ يعني مثلا القسم الاول تضم دولة مثلا سوريا، العراق والى اخره، القسم الثاني يضم مثلا عدد معين من الدول، القسم الثالث يضم عدد معين من الدول الاخرى، تمام. فلهيك نركز كثير منيح. القسم الاول تاريخ التسجيل يبدا من 1 قسم حتى 30 قسم 2017 ميلادي. القسم الثاني يبدأ بخمس شباط، ينتهى بخمسة مارت 2018، تمام. القسم الثالث يبدأ ب 16 نيسان، ينتهي ب 14 مايس 2018. بالنسبة لموضوع النتائج، كل قسم سجل هون ايمت موعد النتائج. هون أسماء الدول، هون القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث. الليسانس يعني هي مرحلة البكالوريوس، هاي النقطة السوداء، تمام، تعني إنه هاي الدولة مشمولة بالقسم الأول اللي رح يكون تاريخ التسجيل هذا هو، تمام. ليسانس أوستو اللي هي تشمل الماجستير والدكتوراه. طبعا هاي الدول كلياتها المحطوط عليها هون نقط سوداء، هي كلياتها مشمولة بالقسم الأول اللي هاي المواعيد تبعتهم. يعني أنا مثلا بدي أشوف إني أنا من أي دولة، تمام، مثلا بشوف اسم دولتي هون، وبشوف تحت أي قسم مسجل مثلا
اليابان جابونيا تمام محطوطة بالقسم الثاني، بطلع بتشوف مواعيد القسم الثاني، فهون مسجل جميع أسماء الدول اللي تقبلهم المنحة التركية بالمواعيد التسجيل تمام. فبنشوفهم من هون، طبعا هذا الملف هو مواعيد 2018 مأخوذ من موقع المنحة، طبعا هذا هو موقع المنحة، بإمكانكم الضغط هون ماشي بيطلع مباشرة هذا الملف اللي أنا هلا فاتحه تمام. هلا بنلاحظ هون شو مكتوب، مكتوب بدأ التسجيل لمنحة الدراسة عام 2018، مكتوب باشره يعني سجل التسجيل تمام. ولكن ملاحظة كتير مهمة، هلا أنا بضغط هون على كلمة التسجيل، راح يفتح عندي هذا السيستم تبع التسجيل. هلا الفكرة هي إنه أنا بإمكاني أدخل وسجل جميع معلوماتي وكل التفاصيل تمام، وبنتظر الموعد يلي المنحة محددته لحتى يتم تقديم طلب المنحة. ولكن أنا بسيستم المنحة هون بإمكاني إني أنا أدخل بسيستم المنحة، أنا بإمكاني أعمل حساب وأعمل كل المعلومات. أنا مثلا أنا عملت حساب وكل التفاصيل تمام، وعملت دخول ماشي، بإمكاني إني أنا أعبي جميع التفاصيل هاي تمام، وأنتظر بالصفحة الرئيسية حتى هون يتم وضع المنحة اللي تناسبني كرمال إني أنا أسجل عليها. يعني هذا السيستم تمام هو سيستم تقديم لطلب المنحة، أنا بإمكاني أدخل وأعبي جميع التفاصيل تمام، ولكن أنا بدي أنتظر حتى تروح هاي الصورة تمام، تظهر لي اسم المنحة اللي بتناسبني للتقديم. هلأ كيفية تسجيل بسيستم المنحة وكيفية إنشاء حساب، بنروح لقناتي على اليوتيوب تمام، طبعا راح أحط لكم هذا الرابط ماشي. بنفتح هدول الفيديوهات، هذا الفيديو الأول كيفية إنشاء الحساب تمام، وهذا الفيديو الثاني كيفية تقديم الطلب وكيفية تعبئة المعلومات، هدول بالتفصيل المهم. بإمكاننا هون نضغط تمام مثلا العربية، بإمكاننا احنا نحط السيستم باللغة العربية تمام، بتصير هون عندي جميع التفاصيل باللغة العربية، يعني موضوع التسجيل مو صعب أبدا تمام. طبعا هي المقاطع هاي من عام 2017، طبعا هي نفسها ونفس السيستم تبع 2018، يعني ما في اختلاف نهائيا. وجود اي اختلاف او اي شيء بامكانكم التواصل معي حتى اساعدكم تمام. طبعا هيك بيكون انتهت جميع المعلومات بالنسبه لموضوع المنحه التركيه لعام 2018 ميلادي. لاي استفسار لاي سؤال بامكانكم ترك تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس كرمال توصلكم المعلومات اول باول. شكرا كثير لكم لمتابعتكم، علينا بعد.